مثلها كمثل العديد من راقصات القرن الماضي، دخلت عالم التمثيل من خلال بوابة الرقص الشرقي. إنها الفنانة أميرة، فنانة حققت نجاحات كبيرة في الرقص الشرقي، وكان الجميع ينتظر منها أن تقدم نفس النجاح في التمثيل، ولكنها خالفت جميع التوقعات واختفت عن الأنظار لأسباب سنقوم بتوضيحها خلال حلقة الليلة، كما سنتحدث عن زواجها والذي تسبب ظهورها مع إسعاد يونس في طلاقها، فتابعونا. إذا كانت هذه المرة الأولى لكم في قناة قصة حياة المشاهير، فلا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد، وأيضاً لا تنسوا عمل إعجاب للفيديو. اسمها الحقيقي كريمة علي، ولدت في 18 من يوليو عام 1945 في كفر الشيخ لأسرة فقيرة. لم تكمل تعليمها وجاءت إلى القاهرة في 10 من عمرها. بدأت الرقص في سن صغيرة، وذلك حينما عملت كراقصة فنون شعبية في فرقة عاكف، وظلت بها حتى تحولت لراقصة شرقية في كارافان الملحق بفندق هيلتون النيل. وقتها اختارت لنفسها اسم زهور ليطلق عليها، ومع الوقت بدأ جمهور الحضور من الأجانب يشتكون من صعوبة نطق اسمها، فقررت إدارة الفندق هذه المرة أن تختار لها اسم أميرة ليكون اسمها الفني الذي اشتهرت به في الرقص والتمثيل لاحقا. مع الوقت ذاع صيتها كراقصة في كل مكان، وسافرت تقدم مجموعة من الفقرات الراقصة في عدد من دول العالم مثل بلجيكا وسويسرا وهولندا وإيطاليا. بدأت أميرة تفكر في نظرتها لنفسها كراقصة، فعمر الراقصة في دنيا الفن هو عمر قصير مهما امتد، فالبقاء دائما للممثلة. وهنا حدث تغيير في مسار حياتها، وأخذت من تحية كاريوكا وسامية جمال مثال لفنانات ناجحات سينمائيا. بدايتها كممثلة كانت في فيلم بيت الطالبات، وذلك بعد أن تلقت دروس في الإلقاء على يد الفنان عبد الوارث عصر، ودروس في طبقات الصوت على يد مدام رطل الأستاذة بمعهد الكونسيرفاتوار، ثم شاركت في فيلم أفراح. جاءتها الفرصة الكبيرة لتشارك عبد الحليم حافظ بطولة فيلم أبي فوق الشجرة في دور شقيقته أحلام، ووضعت أمنيات كثيرة على هذا الفيلم، وبالفعل عرض الفيلم وحقق نجاحا كبيرا. ثم انهالت عليها العروض وقدمت أفلاما مثل كيف تتخلص من زوجتك، بحبك يا حليوة، البيوت أسرار، والأشرار، زوجتي والسكرتيرة، كما مثلت في فيلم تركي لبناني مشترك. توقفت فجأة لعامين بسبب زواجها من رجل الأعمال الشاب وتاجر السيارات يحيى الجنيني، وأنجبت منه ابنها الوحيد طارق الذي تفرغت لرعايته، إلا أن الحنين دفعها مرة أخرى للعودة للفن والرقص، وذلك بعد أن قامت بالرقص بكامل ملابسها في إحدى الحفلات بناء على طلب مذيعة الحفل وقتها الفنانة إسعاد يونس، الأمر الذي رفضه زوجها رفضا تاما، فحدث الانفصال وعادت مجددا للتمثيل، وقدمت فيلم في الصيف لازم نحب ومجموعة من الأعمال الأخرى. عادت للاختفاء مجددا واعتزلت الفن وارتدت الحجاب، ولم تظهر طوال هذه السنوات إلا في حفل زواج ابنة ميرفت أمين. والآن عزيزي المشاهد، هل عالم الأضواء والشهرة دافع لكي يتخلى البعض عن حياته الأسرية مثلما حدث مع الفنانة أميرة؟ كان معكم رشا رجب.